السلام عهد ايها السادة لليكم سكر زيادة هنا القاهرة. عشان انت بتتابع قناة هلس النجوم ومشترك في القناة هيوصلك كل اخبار النجوم اللي فايتاك. بننفرد بمتابعة اخبار النجوم لحظة بلحظة، ومش بس كده، احنا بنجيب لك كل الاخبار اللي فايتاك من زمن الفن الجميل وانت رايح لجيل السبعينيات والثمانينيات، وبنقدم لك محتوى يليق بيك كونك مشترك معنا. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك. من حدك يا كريم ابسطها يا مار. الخبر اللي معانا النهارده هو للفنان الكبير عادل امام. عادل امام قدم اكتر من 200 عمل بين السينما والمسرح والدراما، ولم يندم سوى على فيلم واحد. في اكتر من حوار صحفي قال انه ندم على دوره في فيلم سيد درويش اللي قدم فيه دور صبي العلمة مع كرم مطاوع، وقال انه بيتمنى انه يرجع به الزمن حتى لا يقوم بهذا الدور الذي يراه سقط في تاريخه. انت ليك افلام بالمناسبه انت كارهها، يعني ما تحبش تتعرض في التلفزيون؟ هو في دور في سيد درويش ايه ده يا عم؟ حتى بشر يا عباس دي دكتور نامو قامو واللي يتبخر دي بنور مرامو. كنت عامل صبي عالمة مخنس. ايوه. فكل ما تيجي المناسبه بتاعت الاحتفال بسيد درويش يعرضوا لك يعرضوا الفيلم ده فاولادي بقيت محرم قدام اولادي. بس ده كان دور قديم وانت صغير. اهدى ولا اللي انت بتقوله ايه ده يا عم؟ حتى فشر يا عباس بيه دخور نامو قامو واللي يتبخر بيه نور مرامو.